مرة ثانية أرجئت الانتخابات البلدية في بلدتي تعناير والمريجات البقاعيتين والأسباب متشابهة، فالحكومة السابقة ألغت الانتخابات في تعناير في العام 2010 بسبب عدم التكافؤ الطائفي بين أهل البلدة اللبنانيين من المسيحيين وبين المجنسين من السنة، لا سيما وأن عدد المجنسين فاق عدد المسيحيين ليصبح 430 ناخبا مسلما مقابل 215 مسيحيا، فيما يصر المجنسون اليوم على الحصول على الحصة الأكبر داخل المجلس البلدي. لن قبلوا على أساس يكون رئيس البلدية مسيحي لست سنين ونيابة الرئاسة لهم. الخلاف شوي على العدد، بدهم أعضوية هني خمسة. صناديق أول شيء بتقترح، هاي أول باب. تاني باب نحن باب عمرنا، هاي أهل تعنا اللي بيعرفوا من أول بداية الأحداث من 13 نيسان 75 لليوم، نتحدى إذا انكسرت وردة عند بيت أي جار من أخواننا المسيحيين. في المريجات أطاح الخلاف الدرزي المسيحي بالانتخابات، فالدروز الذين يشكلون أقلية ناخبة ب 463 ناخبا مقابل أكثرية 1285 ناخبا مسيحيا يطالبون بالحصول على أحد المقعدين الاختياريين بالتزكية وبمنصب نائب رئيس البلدية وثلاثة أعضاء مقابل مختار ورئيس البلدية وسبعة أعضاء للمسيحيين. تخبين تلتين مسيحية، ما في حدا عم يضمن انه يخيي ما تشطبوا هالاربعة، بدنا اربعة ما نشطبهم، والدروز مش مستعدين يفوتوا باي ليستة، يعني ما قلناش الا الحل للتوافق. يعني نحن بنطالب انه يكون في انتخابات، لانه الضيعة ما بتسوى تكون بلا بلدية، وبنفس الوقت بنطالب انه كل واحد يتنازل من حقوقه شوي صغيرة. في المرة الماضية طارت الانتخابات في المريجات حرصا على وحدة البلدة، وفي المرة الماضية ألغت حكومة سعد الحريري الانتخابات في تعنايل حرصا على العيش المشترك، ولكن كما في الأمس كذلك اليوم يلغى استحقاق انتخابي بدلا من إيجاد حلول نهائية لمشاكل ستبرز يوما في أماكن أخرى.